الأسباب التانية إزاي انعكست على السوق في طريقة التوزيع في الموزعين في كل التفاصيل؟ وفي النهاية انتهت إلى أن دخل الصحفي لم يعد يناسب أزمة بقى دي، ودي أزمة كبيرة لابد من نشرحها. أن احنا دلوقتي بنتكلم عن صحافة في الأغلب لا تحصل على الحد الأدنى للأجور، ودي كارثة كبيرة. يعني كنا في الوقت الناس بتتكلم في لحظة من اللحظات عن كادر خاص للصحفيين وعن طريقة، وأن الصحفي والحقيقة في وقت من الأوقات كانت أجور الصحفيين، احنا اجورنا تراجعت عن 10 سنوات سابقة. يعني في بعض الاوقات كانت الاجور في قبل 10 سنوات كانت اعلى من كده بكتير، وكان في منافسة، لان في منافسة على مستوى المحتوى ومنافسة على مستوى الصحافة اللي عايزة تنافس، فبتنافس على اختيار محررين، والمنافسة على اختيار محررين، وده كله دائرة مرتبطة ببعضها. فالنقاش ده لابد ان يكون جادا، وان يتحرر من القيود، وان يتحرر من الرؤى المسبقة، وكمان كل فريق يبقى قادر، احنا عندنا طبعا رؤى داخل الجمعية العمومية متباينة جدا، يبقى قادر على استيعاب افكار الفريق التاني. هتلاقي قطاع بيحمل كل شيء لغياب حرية الصحافة، وقطاع بيحمل كل شيء لأزمة اقتصادية الصحف وأزمة زيادة التكاليف وزيادة الأحبار وزيادة عايزين نقعد يعني نتكلم، لازم نقعد ونخرج بمخرجات موحدة تجمع الجماعة الصحفية دي. الحقيقة مش بعيدة، والحقيقة لما جلسنا مع بعض تقدم لنا أوراق عمل مهمة وحقيقية، وأوراق تانية بتطرق أبواب إشكاليات ولا بد من التعامل معها. فده كله عيب. هل هنا التفكير في نقابة الصحفيين تفكير يعني مستقل، ولا هناك ديالوج ما بينكم وما بين الأطراف الحاكمة للعملية الصحفية زي المجلس العالي للإعلام زي هيئة الصحافة؟ أنا بتكلم في المؤتمر. لا، المؤتمر يعني إحنا ندعو كل الأطراف. في فرق بين إن هم إحنا نضع أجندة عملنا، احنا نضع خطة عملنا، بس كمان خطة عملنا لا يمكن ان تنفصل على ان تنفصل عن الاطراف اللي بتحكم العمل الصحفي او جزء من العمل الصحفي، او النظمة او النظمة بالظبط، سواء المؤسسات او الهيئات حتى والسلطة التنفيذية اللي هي جزء. انا لما اجي اقول الغاء مثلا الضرائب على الاحبار او الغاء الجمارك على الاحبار، عايز قرار ومالية، لما اجي اقول رفع الاجور او ان البدل عايز برضه عنده قرارات، لا بد من تفاوض مع الدوله، فلا بد دي تكون حاضره لما نيجي